من الأخ الكريم رئيس الجمهورية عبد الله منصور هادي، لن يعلم علم اليقين إنه لن يستقيم أمن البلاد والعباد إلا بحكم صارم من غير ظلم. أما المداراة هذه والله لا تزيد الأرض إلا فساد، وليعلم إن في فساد للأسف الشديد، في فساد شديد، ولا بد أن يحسم الأمور في كل المجالات، ويعلم أن نتحمل مسؤولية كبيرة، ونحن منتظرين منها التقدم إلى الأفضل إن شاء الله، ولا يمكن أن يرتقي